بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة. السائل من الرياض يقول: أبدأ سؤالي عن الوصية، ما تعريف الوصية وكيف نكتب الوصية وما صفتها مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصية هي مأخوذة من الوصي، وهو الوصل، لأن الموصي يصل ما بعد الموت بما قبل الموت. إذن فالوصية هي التفويض بالتصرف بعد الموت، تفويض جائز التصرف بالتصرف بعد الموت، وهي تتكون من موصي وموصى إليه وموصى له وموصى به. هذه الأمور، هذه أركان الوصية. والوصية تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. أما الوصية الواجبة فهي أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ووثائق، خشية أن تضيع، فيوصي بما عنده من الودائع وما عليه من الديون للناس وما عليه من الحقوق الواجبة للناس، لأجل أن تؤدى عنه بعد وفاته وتبرأ ذمته بذلك، يعني إذا أديت. وكذلك يوصي بما له من الحقوق عند الناس، إذا كان له ودائع عند الناس أو ديون عند الناس وليس فيها وثائق، فإنه يوصي بها ويبينها، لأنه لا يدري متى يأتي أجله، أي يكون قد أوصى بهذه الأشياء لئلا تضيع، خصوصا إذا أراد أن يسافر للحج أو غيره، أو يذهب للجهاد أو غير ذلك، فإنه يوصي بما له وما عليه. وهذا هو الذي جاء به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. والنوع الثاني من الوصية، الوصية المستحبة، وهي أن يوصي بشيء من ماله، بشيء من ماله بعد موته في أعمال البر، ليكون ثوابه يجري عليه بعد موته في حدود الثلث فأقل، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفهون الناس. فلا يضايق الورثة بأن يوصي بمقدار كثير من المال، بل يوصي بالثلث فأقل، وكونه أقل من الثلث أفضل من الوصية بالثلث، لأن الثلث هو الحد الأعلى. هذه الوصية مستحبة لمن كان عنده مال كثير، إن كان عنده مال كثير. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وهذا كان قبل أن تفرض المواريث، فلما فرضت المواريث إنه لا تجوز الوصية للورثة، لا للوالدين ولا لغيرهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فيستحب أن يوصي بالثلث فأقل غير وارث، ويكون ذلك في أعمال البر من أجل أن يجري الثواب له بعد وفاته. نعم. له سؤال ثاني فضيلة الشيخ، يقول عن الوقف: ما هي الأشياء التي توقف وتصلح وقفا وتعود عليه في الدنيا والآخرة؟ الأشياء التي تصلح للوقف هي الأشياء التي تبقى عينها وينتفع
بغلتها كالبيوت والمزارع والأشجار التي تبقى عينها وتستغل ثمرتها في أعمال البر. هذه هي الأشياء التي تصح الوصية يصح وقفها. نعم. سماء فضيلة الشيخ صالح، زهد الناس وبعدهم عن الوقف في زماننا هذا ما أسبابها فضيلة الشيخ؟ أسبابه حب الدنيا والشح بالمال وضعف الإيمان، ضعف الإيمان عند بعض الناس أو الغفلة عند بعض الناس، غفلة عن الموت وطلب الأجر بعد الموت. الوقف له فائدة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف، وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له جده يعني غنى إلا وقد أوقف لحرصهم على الخير وجريان الأجر لهم بعد موته. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة السائل أبو عبد الله، يقول: فضيلة الشيخ، عندي في حسابي في البنك مبلغ من المال وأنا شاب لم أتزوج بعد، وأجمع هذا المال لأتزوج به، أي أنه مهر، فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على النقود فإنها تجب فيها الزكاة ولو كان قد ادخرها لحاجته كالزواج وغيره أو لسداد الديون أو غير ذلك، إنه يزكيه إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. أم علي تقول في سؤال لها: زوجي يغضب كثيرا وتصدر منه بعض الأخطاء وبعض الشتائم، وعندما أنصحه لا يقبل مني، فأرجو أن تنصحوه، مأجورين. نعم، ينبغي للمسلم أن يكون عفيف اللسان، نزيه الكلام، لا يتكلم بالكلام السيء من السباب والشتم وشهادة الزور وغير ذلك من الكلام الباطل. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، أيحسن المقال، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ واللسان خطر على صاحبه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام لا يذهب سدى، وإذا قال لأخيه: يا فاسق، يا كافر، يا فإن، أو قال لعنه الله، فإن هذا يرجع وباله عليه، إن لم يكن الذي قيل فيه هذا الكلام مستحقا له فإنه يرجع على صاحبه ويرجع إثمه على قائله. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن لا يتكلم إلا بخير. قد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مدرس في مدرسة ثانوية، ويرد إلي أسئلة من قبل الطلاب خارج الدرس، وهو مما يخص حياتهم، فأجيب عليها، هل يلحقني شيء عن ذلك؟ الكلام الذي فيه توجيه للطلاب ونفع لهم هذا مطلوب، لأنك مرب لهم وموجه لهم، الكلام الذي فيه فائدة وتوجيه لهم هذا شيء طيب ومطلوب، لكن مع مراعاة عدم أخذ الوقت الكلام الذي يكون خارج الدرس، لأن الدرس هو الأصل والوقت للدرس، ولكن لا مانع من أن يتخلل ذلك الكلام الطيب والتوجيه الطيب إذا جاءت مناسبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فرج من أرتيريا يقول: إذا كنا أكثر من 12 شخص، هل نصلي صلاة الجمعة ويخطب أحدنا، أم ماذا نفعل؟ إذا كنتم مستوطنين في مكان لا ترحلون عنه فإنكم تصلون الجمعة ولو كان عددكم 12 أو أقل أو أكثر، فالجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، أنه لا دليل على تحديد بعدد معين. إذا كانوا ثلاثة فأكثر مستوطنين في مكان واحد فإنه تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل هذا المدرس ويقول: ما هي شروط الرقية الشرعية للناس، مأجورين؟ شروط الرقية الشرعية للناس أن تكون من القرآن أو من الأدعية المباحة أو من الأدعية المشروعة في الكتاب والسنة، من القرآن أو من الأدعية المشروعة في الكتاب والسنة،
ثانيا أن تكون باللفظ العربي الذي يفهم، لا تكون بالتمتمات والهمهمات والكلام الأعجمي لئلا يدخلها شيء من الشرك ودعوة غير الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما الرقية سبب من الأسباب، وأما الشفاء فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم بقراءة الإنسان على نفسه وورده على نفسه؟ هذا أحسن شيء، إن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، وهو الذي يقرأ الورد على نفسه صباحا ومساء وعند النوم، هذا أحسن شيء. نعم. هذا السائل سين عين من الحدود الشمالية يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحتفظ بحيوانات برية منذ سنوات في سياج متواضع وخوفا عليها من الانقراض، ولكنني غير موفق في حياتي فلم أتوظف. يقول: فهل لحبسي هذه الحيوانات سبب في ذلك كما يقول أصدقائي وأهلي؟ لا حاجة إلى حبسك لهذه الحيوانات وأنت فقير ومحتاج، لأنك لا تستفيد من ورائها. أما حبس الحيوان في حد ذاته إذا قمت بمتطلباته من الماء ومن القوت الذي يحتاجه، فإذا أمنت له ما يحتاجه من الماء والقوت والمكان المناسب فلا حرج في ذلك. إلا الكلاب لا يجوز اقتناؤها أو جعلها في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإنما يباح اقتناء الكلاب لأحد ثلاثة أمور كما رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إما لحراسة الماشية، وإما لحراسة الزرع، وإما للصيد إذا كانت معلمة، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، تضييع الأوقات مع الطيور والحمام وخصوصا الذين يقومون بتطييرها، لعل لهم توجيه منكم يا شيخ. الحمام نهي عن المسابقة على الحمام. نعم. هذا جاء النهي عنه والتشديد في المنع منه، لأن هذا من العبث الذي لا فائدة فيه، وفيه أكل للمال بالباطل. إذا أخذ عليه مسابقة إذا أخذ عليه جائزة مالية فهي حرام، لأن هذا من الميسر ومن المسابقات المحرمة. نعم. جزاكم الله خيرا. أم محمد تقول في سؤالها: أنا والدة لطفلين، أحدهما يبلغ سنة من العمر وقد توفي، والآخر 8 أشهر وقد توفي هو الآخر من زمن بعيد، ولكن لم نفعل لهما عقيقة، هل يجب علينا الآن أن نعمل لهما عقيقة؟ عقيقة ليست واجبة لا عن الحي ولا عن الميت من الأولاد، ولكن إذا عقوا عن الأموات فهذا شيء طيب، لأن هذا يدخل في عموم مشروعية العقيقة عن الأولاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من حائل حاء قادان يقول: أرجو بيان حكم البسملة والاستعاذة عند بدء السورة. البسملة والاستعاذة عند بدء السور مستحبان، لا تجب البسملة أو الاستعاذة، وإنما هذا من باب الاستحباب. قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأن البسملة وردت أو نزلت من عند الله عز وجل، نزلت من عند الله عز وجل لافتتاح السور، وهي آية من القرآن، آية مستقلة ليست من سورة معينة، وإنما نزلت للفصل بين السور: سوى براءة والأنفال، وهي بعض آية من سورة النمل، قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل. وأما في غير هذا الموضع فإنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها. نعم. حفظكم الله. هذا أبو عبد الله من حفر الباطن يقول: فضيلة الشيخ، ما التوجيه من فضيلتكم للذين يسمون أولادهم بأسماء غربية وغريبة في نفس الوقت؟ يستحب تحسين الأسماء، أن يختار لأولاده الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له تأثير على المسمى، ويحرم أن يسمي أولاده بعبد الحسين أو عبد الرسول، تعبيد لغير الله عز وجل محرم، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. لا يحرم تسمية الأولاد بالتعبيد لغير الله عز وجل، ويستحب تحسين الأسماء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يعبده لله عز وجل. وكذلك لا يسميه بالأسماء المكروهة
التي ينفر منها السمع، لأن هذا إساءة إلى المسمى، ويحرم أن يسميه بأسماء الشياطين، لأن وكذلك الأسماء الأعجمية التي فيها معنى سيء لا يسميه بها. أما الأسماء العجمية التي ليس فيها معنى سيء فلا مانع من التسمية بها، لأن الأسماء ليست خاصة بالكفار، مشتركة، فيسميه بالاسم الحسن ويختار تعبيده لغير الله، تعبيده لله عز وجل، كعبد الله وعبد الرحمن، عبد العزيز وهكذا، أو محمد أو صالح أو كل اسم يحمل معنى حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم محمد، مصري ومقيم بالرياض، يقول: ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة؟ هل نضيف الآل والصحب عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ أما في التشهد الأخير فيجب أن يؤتى بالآل والصحب، أن يؤتى بالآل، يؤتى بالآل، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوها في الصلاة. أما في غير الصلاة فلا يجب أن يأتي بالآل ولا بالأصحاب، لو اقتصر على قول صلى الله عليه وسلم لكفى، وإذا قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فهذا حسن أيضا، لكنه ليس بواجب. نعم، أحسن الله إليكم. السائل أيضا له سؤال ثاني فضيلة الشيخ، يقول: متى يقال دعاء السفر؟ هل هو بمجرد ركوب الدابة أو عند السير في الطريق؟ يقول دعاء السفر إذا ركب وسيلة النقل أول ما يركبها للسفر عند البداية، قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا وعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم، يسأل على العبارات التي ذكرتموها فضيلة الشيخ: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. نعم، هذا ورد. ما معنى وعثاء السفر يا شيخ؟ وعثاء السفر تعب الذي يكون في السفر والأثر الذي يكون على الثياب والبدن من الشعث. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الحديدة اليمن، فراعين، تقول: منذ سنوات لم أخرج زكاة الفطر عني وعن أولادي، وأنا امرأة لا أعلم لمن أخرج هذه الزكاة ولا كيف ولا كم هي، فماذا علي الآن؟ الزكاة باقية في ذمة من تجب عليه، فإذا لم يخرجها في وقتها فإنها دين يبقى في ذمته، فيخرجها قضاء، فيجب عليك إخراج صدقة الفطر قضاء عنك وعن أولادك. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الدمام، تقول: عند ذكر الرسول وعند الكتابة نكتب صاد أو صلعم، هل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ هذا غير جائز، لا يجوز أن يكتب صاد ولا صلعم، وإنما يقال صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها؟ المحدثات ماذا يدخل فيها؟ المقصود بالمحدثات ما أحدث في الدين من العبادات التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة، فهي المحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، لأنه قال قبل ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثة ضد السنة وهي البدعة، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحدثات هي البدعة.
البدع التي تضاف إلى الدين وهي ليست منه، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كامل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. الدين كامل وليس بحاجة إلى إضافة وإحداث محدثات يستحسنها الناس أو يقلد بعضهم بعضا فيها، بل الواجب ردها والنهي عنها وتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، قال إياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف ألف يقول: ما حكم بيع التورق وما صفته؟ التورق إذا احتاج الإنسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفاء دين أو شراء شيء يحتاجه، فإنه يشتري سلعة من ممن هي عنده وفي ملكه، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته، فإذا حل الأجل يسدد الدين لصاحبه. المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج، إلا إذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه لا يلجأ إلى التورق. فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا وهو محتاج إلى نقود فلا بأس بمسألة التورق. هذه سميت بالتورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الفضة فيما سبق، أي الحاجة إلى النقود. هذه أجازها الجمهور، بعض العلماء يرى أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، ولكن الحاجة تدعو إليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة، وإنما هي بيع وشراء. وإن استعمل السلم فهو أحسن، سلم جائز بالإجماع، وهو أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد، إذا احتاج إلى نقود فإنه يعمل مسألة السلم بأن يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالأوصاف موصوفة في الذمة بثمن حال يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته، وإذا حل الأجل أحضر له السلع التي عقد عليها بالمواصفات المنضبطة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لفضيلة